إياك ثم إياك ثم إياك إن أنت تفتح الباب لهذا الشاب الوسيم أو هذه الفتاة الجميلة أو هذا الطفل اللي شكله بريء. ليه؟ لأن أنت عايش في أمريكا وزمن غير الزمن، فلازم تاخد بالك لأنه مش طبيعي إن حد يخبط عليك الباب. ليه بقى يا جماعة؟ لأن الجرائم زادت في العالم كله، ولأن التضخم زاد والفقر زاد، فده خلى نسبة الجريمة تعلى. إيه اللي حصل بقى؟ أنا هنا في حكاية من الولايات بحكي لكم عن اللي بيحصل في أمريكا عشان تبقى فاهم إيه اللي بيجرى حواليك، لأن الثقافة هنا غير الثقافة جاية من بلدنا. فالثقافة مثلا وإحنا صغيرين، أنا فاكرة لما كنا في بلدنا كان ممكن أي حد يخبط عليك الباب، تبقى قاعد في البيت تلاقي الباب خبط، تفتح تلاقي مرة البواب، مرة حد من جيرانك، مرة حد بيبيع لك حاجة، مرة حد من صحابك جه عدى عليك كده، حد من قرايبك جاي يزورك من غير ما يقول لك، ففجأة تلاقي حد، حاجة كانت عادية قوي إن الباب يتفتح، تفتح الباب لغاية آخره وتقعد تكلم الناس. وساعات كان بيجي محصل مثلا بتاع الكهرباء ولا بتاع مش عارفه ايه، المحصل ده يخبط عليك الباب ويدخل، كنا ندخله الشقه يدخل جوه يروح لغايه المطبخ يقرا العداد ولا يقرا مش عارفه السخان ولا مش عارفه ايه، فيعني حاجات عجب كده. ده كان في بلادنا. هنا الدنيا مش كده، هنا صعب قوي ان حد لما حد بيخبط عليك الباب اللي هو في ايه؟ مين؟ ما حدش يفتح الباب، سلمى شوف مين؟ حاجات كده، لان مش طبيعي. دايما الناس قبل ما تيجي هنا لازم ايه يكلموك يقول لك ها فاضي نجي لك. ده حتى دلوقتي مكالمات التليفون، يعني حتى دلوقتي بقت الناس تبعت لبعض مسج فاضي اكلمك امتى الميعاد المناسب اني اكلمك فيه، يعني حتى المكالمه بقى الواحد يستاذن قبل ما يكلم الناس. فاللي بيحصل بقى ايه؟ ان اصحاب الجرائم هنا بقى الناس اصحاب الجرائم الناس المجرمين هنا يعني عندهم عصابات بيعملوا ايه؟ بعتوا لك بنت بقى ايه شكلها لطيف كده مهندمه، شكلها زي ما تكون طالبه في الجامعه، شكلها يعني حاجه راقيه جدا، وشو صغننه كده ما تزيدش عن 110 120 باوند بالكتير، وتيجي تقف على باب البيت تخبط عليك، فانت تفتح لها الباب بمنتهى السهوله، وطبعا عشان انت حاسس انها صغننه كده وقليله يعني فهتعمل فيك ايه بقى، فتفتح الباب على مصراعيه وتقف تكلمها، فجاه يظهر من حته مختفيه بقى وراها اتنين ضخمين يروحوا هوب داخلين على صاحب البيت يزقوه ويخشوا على البيت ويعملوا بقى ايه، يعني ربنا ما يجيبش حاجه وحشه لحد. فده اللي بيحصل بقى، فاياك تفتح الباب لحد، خصوصا الفتره الجايه فتره الكريسماس دي بيكون فيها بقى ناس كتير عايزين يبيعوا حاجات، عايزين يعملوا، يعني الحقيقه احنا اول ما جينا امريكا عماله افتكر كنا بنعمل حاجات غلط كتير جدا. يعني مثلا من ضمن الحاجات ان احنا اول ما جينا كنا لسه شارين بيت، كنا لسه في الاول اشترينا بيت كده، وبعدين لقينا ناس بيخبطوا علينا البيت وبيقولوا لنا ان احنا اللي بننظف الكاربت بتاع السجاده بتاع الارض، عارفين الكاربت هنا بينظفوها بالماشينز الكبيره دي بتاعتهم، فاحنا عايزين نعمل لكم عرض ان احنا ننظف لكم اوضه فور فري، ولو عجبكم العرض ده ممكن تشتروا مننا الجهاز بتاع ففعلا فتحنا الباب ودخلناهم وقعدوا يعرضوا علينا المكنه وخليهم ينظفوا لنا، يخشوا اوضه من الاوض وينظفوا الكاربت وبتاع. طبعا الكلام ده لما الواحد يفتكر يقول ده احنا كنا في حاله من السذاجه غير عاديه. طبعا الكلام ده كان زمان من اكتر من 20 سنه، لما حصل زمان جايز النفوس اتغيرت، لكن دلوقتي اوعى اوعى حد يجي يقول لك تعالى ادخل لك مش زي واحده صاحبتي بتقول لي جالها واحد قال لها انا عايز اعمل لكم الشجر، عندهم شجر في الباك يارد بتاعها، فقال لها ممكن اقطع لكم يعني اقص الشجر والكلام ده وممكن اعمل لكم شجره منهم ببلاش، فممكن اعمل لك شجره ببلاش تشوفيها ولو عجبتك خلاص اكمل بقيه الايه الجنينه. فكانت هتوافق ومعرفش ايه اللي حصل، يعني المهم ان ما كملتش. بعد كده بقى لما بتحكي لنا قلنا لها انت مجنونه هتفتحي الباب للراجل يدخل في الباك يارد بتاعك ومعاه بلطه ومعاه مش عارفه منشار حديد وبتاع، ازاي تفتح؟ يعني هي الحمد لله ما عملتش كده بس ازاي؟ فاللي انا عايزه اقوله ان دلوقتي هيجي لكم، يعني الناس النصابين دول عندهم ذكاء، ما هماش ناس اغبياء، فهيجي هيقول لك على حاجه تغريك، هنضف لك اوضه، اعمل لك الكاربت، اقطع لك شجره، مش عارفه اكل لك الكلب، اخدك الكلب بتاعك امشيه لك، اي حاجه من الحاجات دي، فانت بس انت خلاص فتحت الباب وهو دخل. مفيش حاجه اسمها الكلام ده، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. هنا في امريكا ما تفتحش الباب لحد، ولو حد خبط عليك الباب لو عندك شباك جنب الباب المدخل بتاع الباب تبص من الشباك وتكلم الناس من الشباك، وعلم ولادك كده وعلم مراتك كده وعلمي جوزك كده. مش عايز ما نفتح الباب لحد، لما اشوف انت مين اقول لك انا فلان الفلاني، حضرتك مين، عايز ايه، ومش عيب، دي ثقافه بتاعت البلد، ما هياش حاجه عيب اللي هو يقولوا عليا ايه ان انا ما فتحتلهمش الباب، لا لا ولا هيقولوا حاجه، دي ثقافه البلد هنا. ولو حد مهاجر جديد لسه مش فاهم هيتعلم زي ما احنا اتعلمنا كده. فانا بس بقول لكم الكلام ده لان الفتره دي فتره اجازات، و
والكريسماس وناس كتير هتجي لك البيت، اللي عايز يبيع لك شجره واللي عايز ياخد منك يقول لك تبرع لبناء مش عارفه ايه، فلا تتبرع يعني اتبرع وكل حاجه بس مش عن طريق الحاجات دي. ساعات يجي لكم طلبه جامعه، طالب كده عنده 15 سنه شكله يعني شاب صغير يا حرام، بيقول لك انا بكافح عشان خاطر المدرسه وانا بحاول اجمع عشان لو ما قدرتش اجمع الفلوس مش هدخل السمستر اللي جاي. يعني عايز تساعد الناس ساعدهم بس مش في بيتك، قول له طب خلاص هقابلك عند مش عارفه الجنينه البارك اللي هي فين عند ناصية الشارع ايه وابقى اديك الفلوس، لكن ما تفتحش باب بيتك لحد ابدا. هذا يعني ارجو ان المعلومات دي تكون فادتكم باي حاجه، ولو كانت فادتكم اعمل سبسكرايب في القناه وشير الفيديوهات علشان المعلومات دي مهمه جدا، فيها امانك وسلامتك، وكل سنه وانتم طيبين. كان معاكم رانيا سلطان ودي حكايات من الولايات.